مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في هذه التغطيه المباشره والمتواصله على شاشه النيل الاخبار من القاهره لمتابعه تطورات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه وتداعياته على المنطقه. في هذه التغطيه نرحب اليوم بخبير الامن الاقليمي والدولي الدكتور احمد الشحات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. نبدا مع حضرتك لكن بعد هذا الفاصل التالي في متابعه اخر التفاصيل. إذن في آخر التطورات نبدأ من القاهرة، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، شدد على ضرورة العمل من أجل ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كذلك حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاتصال الهاتفي حضر من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. في القاهرة أيضا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه دكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الرفض الكامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والتي تحرم أهالي قطاع غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء والمحادثات التي شارك فيها أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. ميدانيا، أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين إسرائيليتين في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بقذيفة إلياسين 105. يأتي هذا بينما استشهد 60 شخصا وأصيب 110 آخرون في 4 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة. بذلك ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى حوالي 34,904 شهداء وحوالي 78,514 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. مع دخول العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يومه 16 بعد 200، لم يتوقف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصد أرواح المدنيين الأبرياء، فقد استشهد عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون، بالإضافة إلى عدد من المفقودين في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية على مختلف المناطق في قطاع غزة المحاصر. وأكدت مصادر طبية استشهاد العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة، إصابة آخرين بجروح مختلفة، في حين لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض للمنازل المدمرة. وسقط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف صاروخي ومدفعي مكثف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون وعلى امتداد شارع 8 صوب المنازل والبنايات، ما أدى إلى احتراق عدد كبير منها. مع وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض وعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لإنقاذهم، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 10 منازل في محيط جامعة غزة بحي الزيتون، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص. وتطلق طائرات جيش الاحتلال بين الحين والآخر الرصاص صوب المدنيين الذين يتحركون في أحياء مدينة غزة، خاصة في حي الزيتون والتل الهوى والصبرة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في الشوارع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية عدة قذائف ونيران الأسلحة الرشاشة صوب المنازل في الشيخ عجلين والتل الهوى جنوب غرب المدينة. إذن غادر القاهرة اليوم وفد إسرائيل وحركة حماس بعد جولة من المفاوضات التي استمرت يومين، وذلك بهدف التوصل لتسوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالرغم من التصريحات من جانب الوسطاء
بأن المفاوضات ما زالت مستمرة في جهودها. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن اجتياح رفح مؤخرا إنما يهدف إلى قطع الطريق على المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى في قطاع غزة، ومن ثم تعطيل الأمر برمته. كذلك أعلنت حماس تمسكها بموقفها إزاء مقترح الوسطاء للهدنة. في الوقت ذاته قدمت إسرائيل تحفظاتها على مقترح الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس في الأيام الماضية. نتابع تفاصيل من خلال هذا التقرير وبعده نبدأ الحوار. مع تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لليوم 15 بعد 200، جددت مصر تحذيرها للمشاركين بمفاوضات الهدنة من خطورة التصعيد حال فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق هدنة. مصر تكثف جهودها لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها خلال مفاوضات القاهرة التي تعقد بحضور كافة الوفود، ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعا على الأرض. ويرى مراقبون أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يمكنها التأثير بشكل حقيقي على نجاح مفاوضات الهدنة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، نظرا لدورها الفعال في معالجة أزمات الشرق الأوسط. والموضوع أيضا له أبعاد أخرى بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بوقف تصدير بعض أنواع الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، لأنه على حد قوله اعتبر أن إسرائيل استخدمتها في قتل واستهداف المدنيين. مجموعة من الأسئلة نطرحها اليوم على خبير الأمن الإقليمي والدولي الدكتور أحمد الشحات. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أحمد. أولا، ما هو تقييمك ورؤيتك لمسار المفاوضات بعد مغادرة وفد إسرائيل وحماس؟ أولا، يعني الدولة المصرية أعلنت أن مسار المفاوضات يتجه إلى مسار إيجابي. فكرة عودة الوفود الإسرائيلية والفلسطينية لأماكن تمركزهم سواء في قطر أو في إسرائيل، ده وضع طبيعي لعرض الموقف على آخر، يعني على نتيجة هذه الجولة من المفاوضات على القيادة السياسية لاتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع. فكرة يعني عودتهم زي ما قلت لدولهم هو في إطار بعض المراجعات. الموقف الميداني يأخذ يوم أو يومين تاني يزداد تأثير أو سيطرة إسرائيل على قطاع رفح بشكل أوسع. من هنا أعتقد يعني دور الوسطاء في هذا الوقت، يعني في هذا التوقيت دور الولايات المتحدة الأمريكية على فرض واقع على إسرائيل أنها تتجاوب، تكون أكثر تجاوبا مع مسار المفاوضات. أعتقد الدول مصر وقطر بشكل كبير توافقوا مع حماس، يعني هناك شكل تصالحي مع مسار المفاوضات، ولكن الموقف كله في يد إسرائيل في هذه المرحلة، ورغبة أمريكا الحقيقية في إنهاء هذا الموقف التفاوضي بشكل ناجح. منه يتحرك المراحل، تبدأ المرحلة الأولى وبالتوازي مع خروج إسرائيل من منطقة رفح بشكل كبير. إحداث تقدم في مسار المفاوضات إذا كان الجانب الإسرائيلي يصر على استمرار العمليات الحربية والعسكرية حتى بغض النظر عن الموافقة من جانب حماس أو عدم الموافقة؟ يعني أعتقد أن إسرائيل حريصة يعني على التحرك في رفح، مش ليس هذا مخطط اليوم. يعني من بعد 7 أكتوبر، وزي ما اتكلمنا في تحليلات سابقة، أن حرصت إسرائيل وأصرت على أن تتعامل مع موقف 7 أكتوبر ليتجاوز حدود رد الفعل وتنفيذ مخططها بشكل أوسع وتغيير شكل القطاع جغرافيا وديموغرافيا كما ذكرنا، وتقسيمه لمناطق وكانتونات يتم السيطرة عليها أمنيا في المستقبل. ولم
تتنازل من وجهة نظري إسرائيل عن هذا النهج، ولكن هي تتحرك الآن في مسارين. مسار يرضي الحكومة اليمينية للحفاظ على إطار الحكومة، حكومة نتنياهو خلال المرحلة، وإطار آخر يرضي الشارع الإسرائيلي بالتحرك في مسار المفاوضات. وفي نفس الوقت تحركها في رفح بتستخدم هذه الورقة بعنف وورقة حاسمة على يعني طاولة المفاوضات لتحقيق مكتسبات تفاوضية. وأعتقد ده اللي حصل في القاهرة خلال يومين السابقين. وهنا أكرر تاني يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الورقة تم الموافقة عليها مسبقا، يعني هذا الإطار. ولكن مع تغير الوضع الميداني والحرص على التحرك داخل رفح فرض شرط جديد. لكن إسرائيل تعتبر أنها ورقة مختلفة إلى حد ما. طبعا يعني فكرة هو نوع من المراوغة مثلا من هو فكرة أو الالتفاف على هذا المقترح. بالضبط، يعني أحييك على التوصيف. هو فعلا حالة من الالتفاف والتضليل لفكرة أصبح هناك مكسب ميداني على الأرض يفرض شروط أقوى ومكاسب أكثر، سواء في الأعداد، في فكرة الصياغات. يعني عندما نقرأ الورقة معظمها صياغات متغيرة، يعني فكرة بدل منقول وقف القتال يقولك هدوء في العمليات، هدوء مؤقت، هدوء كامل، تغيير نوعي، تغيير. ففكرة الصياغات طبعا دي في إطار المراوغة، ولكن كانت هي المطلوبة من أجل أن أطراف الصراع يتفاعلوا أكتر. لكن اسمح لي، الارتفاع المتواصل والمضطرد في أعداد الضحايا يعني يبدو أنه قد يفقد إسرائيل بعض الدعم الغربي، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي بوقف تصدير بعض أنواع القنابل. والله أنا للأسف يعني أن هقول كده، أنا أعتقد أن إسرائيل ليست مفاجأة في نهجها العدائي في هذا المشهد، ولكن المفاجأة الحقيقية في إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ سياسة خداعية في الإطار الأول. عندما يعني نسترسل من المتخصصين حجم الأسلحة الأمريكية المتواجدة حاليا في يد إسرائيل، هي تكفي للحرب وبعد الحرب بكثير. ولكن فكرة المراوغة بورقة وهي ورقة مهمة، ورقة ضاغطة مهمة، ان انا سأقف بعض الأسلحة او بعض المعدات او بعض كذا، لن يغير في نهج القتال، ولكن يغير في القدرات العسكرية الإسرائيلية في المستقبل في وسط منطقة ملتهبة بتستعدي إسرائيل وإسرائيل بتستعديها بشكل بآخر. في هذه الحالة، يعني في هذه المرحلة، لن يؤثر هذا التحرك على إسرائيل، ولكن بعد ذلك ستستمر أمريكا في الدعم المطلق العسكري لإسرائيل، لأن ده ثابت في السياسة الأمريكية والتزام تاريخي والتزام حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل لآخر مدى، خاصة إذا واجهت صراع مباشر مع إيران. وقيل اليوم في إسرائيل إنها ستستمر في الحرب حتى لو بمفردها. بالضبط، هو ده بيؤكد وجهة النظر. يعني المخزون الاستراتيجي الإسرائيلي يتعدى 1.2 ومعظمه أمريكي، وتم دعم إسرائيل في هذا التوقيت من الولايات المتحدة الأمريكية بحجم مساعدات يعني 5 أضعاف ما كانت في المعدلات الطبيعية يعني تستخدمه وتستنزفه. ولكن هذا الأداء في الحرب وحالة الاستنزاف في القنابل الموجهة وتستخدم القبة الحديدية والصواريخ وهذا التهديد تكلفة رهيبة، كل ما يغطيها هي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. يعني وهناك مصادر أخرى بخلاف الولايات المتحدة، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وكله بيدعم بشكل أو بآخر. يعني إنما التلويح بهذه الورقة الأمريكية أو تصريحات بايدن هي تصريحات يعني تهدأ الشارع وفكرة مزارات الجامعات، هذا النهج الجديد، فهي لتهدئة الشارع وليس نهج سيتم تنفيذه بشكل آخر. أهداف إسرائيل الآن من هذه المرحلة بخلاف تعطيل الصفقة والتهدئة والمضي في العملية العسكرية، هل الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في العملية العسكرية على هذا الشكل يهدف لتحقيق أبعاد سياسية أخرى أو أهداف ما، وليكن مثلا إحراج بعض الدول على أدائها وجهودها وميلها لطرف على حساب طرف آخر؟ هل الأمر بهذه الصورة؟ هذه المرة والتحرك داخل رفح وفكرة التحرك شرق رفح واستهداف نزوح 100,000
للمناطق التي ذكروها آمنة، وهي على 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 رواياتهم تحتمل ومجهزة ل 500,000، وهو كمين جديد. يعني هي الفكرة، هذا النزوح هو كمين جديد أعتقد أن هو سيتم استهدافه بشكل أو بآخر، ويذكر أنه تم الاستهداف بطريق الخطأ أو خلافه. ولكن هذا النموذج على 100,000 هي رسالة للجميع. أولا رسالة لليمين المتطرف أن أنا بنفذ التوجهات ومتفق معاكم في هذا النهج، أن ننهي على المقاومة ونحاول الحصول على الأسرة. فهنا كسب أو عمل سياسة استرضائية لليمين. في نفس الوقت أعطى نموذج للولايات المتحدة الأمريكية أن أنا سأنفذ طبقا لما تم اتفاق عليه مخططي بالتحرك داخل رفع، في إطار عدم الضمانات التي ذكرتها، في إطار عدم استهداف الفلسطينيين. وفعلا نجح أنه هو يخلي لغاية دلوقتي على طبقا للتقارير أكثر من 80,000. النقطة الثالثة، بيقيس رد الفعل الدولي والإقليمي تجاه هذا التحرك لكي يعتمد عليه ويتحرك بشكل أو بآخر في المرحلة القادمة. النقطة الأخيرة من وجهة نظري، هو يقيس معدل النزوح وقبول الفلسطينيين بهذا الوضع، ويعني وتنفيذ سياسة إقصائية لتفرض الوضع. يعني بعد ما ألقى بالمنشورات فجأة بعدها بساعات تم استهداف هذه المناطق ففرض وضع. كل التحدي الحقيقي أمامه هو منطقة الخيام التي يعني يقطن بها أكثر من 1,000,000 فرد. هذه المنطقة منطقة حدودية، وأعطى رسالة أخرى باحتلال معبر رفح. دي رسالة للداخل الإسرائيلي وكل الأطياف الإسرائيلية أن أنا قادر للوصول لأبعد نقطة واحتليت المعبر الحدودي من الجانب الفلسطيني. ينضم أيضا إلينا هاتفيا من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة لمزيد من النقاش الأستاذ فراس طنينة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا أستاذ فراس. أسعد الله مساءك وتحياتي لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. أولا، ما هي قراءتك لهذه التطورات الأخيرة وخاصة مسار المفاوضات؟ يعني واضح تماما أن نتنياهو يسعى إلى إرضاء اليمين في حكومته أو في ائتلافه الحكومي، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة في حال الموافقة على الورقة المصرية للهدنة، وبالتالي ماطل وقام برفض هذه الصفقة. بالتالي باعتقادي أننا بعيدون خلال المرحلة المنظورة عن التوصل إلى اتفاق هدنة يوقف الحرب. نتنياهو يسعى إلى اجتياح رفح، هذا الأمر يبدو أنه سيستغرق بين 3 إلى 4 أشهر. يحاول من خلالها نتنياهو أن يواصل ما سعى إلى تنفيذه منذ بداية هذه الحرب، وهو تدمير غزة بشكل كامل ويجعلها مكانا غير صالح للسكن الآدمي، ما يجعل السكان يهاجرون منها إلى أي منطقة يختارونها. يساعده في ذلك الميناء العائم الذي تقيمه الولايات المتحدة، وهو ميناء هدفه الأساسي هو السيطرة على حقول الغاز الفلسطينية قبالة غزة وتسهيل عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين. منذ بداية هذه الحرب قلنا أن إحدى الأهداف الأساسية هو التهجير، صمود المواطنين الفلسطينيين في أراضيهم وعدم رغبتهم في تركها. جعل نتنياهو وجيشه يقومون بعمليات إبادة كاملة للسكان في قطاع غزة، فضلا عن تدمير كل شيء في قطاع غزة من مباني سكنية ومنشآت. طيب، هذا واضح، لكن ألا ترى أن نتنياهو بسلوكه هذا، يعني وخاصة مسألة السيطرة على رفح والمعبر تحديدا والوضع الإنساني المتأزم طبعا في مدينة رفح، ألا ترى أن نتنياهو بكل هذه التصرفات يخنق الملف تماما، وربما يفقده أطراف دولية داعمة ومساندة لإسرائيل في نهجها؟ يعني باعتقادي أن من يهتم به نتنياهو هي الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية
بررت انسحاب نتنياهو ورفضه للورقة المصرية للهدنة، وقالت أن فيها بنودا لم يتم التوافق عليها. أما الاتحاد الأوروبي فهو تاريخيا لا موقف له، هو متذبذب في مواقفه بين فترة وأخرى، وبالتالي فإن نتنياهو عاقد العزم على استمرار جرائمه في قطاع غزة. هو ما أقصده أنه يتجه بذلك إلى نقطة لا حل. هو لا يريد حلا، هو يريد مواصلة احتلاله لقطاع غزة، وهذا ما يقوم به مثلا في منطقة نكسارين وسط قطاع غزة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ورغم هذه الادعاءات بتجميد إرسال المساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة حولت ما تحتاجه حكومة نتنياهو من أسلحة ومن مليارات الدولارات لاستمرار الحرب على قطاع غزة. وبالتالي الإدارة الأمريكية وإن تحدثت عبر الإعلام أنها لا تريد اجتياح لرفح، لكن على أرض الواقع هي تدعم هذا الاجتياح. نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف، على العكس من ذلك هو يريد جر المنطقة إلى حرب إقليمية. لذلك وجه ضربة إلى القنصلية الإيرانية في سوريا وكان يتوقع الرد. أيضا يحاول أن يجر الساحة اللبنانية إلى مزيد من أستاذ فراس، البعض في الولايات المتحدة يرى أن حماس هي المسؤول الآن عن تعقيد الملف، ويمكن أن تبادر هي بوقف الحرب والقتال، ومن ثم تدفع إسرائيل إلى إحراجها أمام المجتمع الدولي وتوقف هي أيضا الحرب على الشعب الفلسطيني. كيف ترى هذا الرأي وإمكانية الرد عليه؟ يعني هذا رأي لا يمكن القبول به. لماذا؟ لأن حماس وافقت على الورقة المصرية التي قرأها ويليام بيرنز رئيس السي اي اي وأقرها ووافقت عليها إسرائيل، ومن ثم وافقت عليها حماس. وبالتالي الحديث عن أن حماس تتوقف عن القتال، حاليا هناك احتلال كامل لقطاع غزة، قوات الاحتلال تحتل كل قطاع غزة، هناك تواجد عسكري في كل المحافظات تقريبا، فضلا عن استمرار القصف المدفعي والقصف الصاروخي بالطائرات. وبالتالي أن تتوقف حماس عن القتال، هي حرفيا هي لا تقاتل، هي تدافع عن احتلال أراضيها. وبالتالي هذا أن نبقى نركن ونلقي بكل القضية على حركة حماس يبدو أمرا غير منطقي. من جهة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو استسلمت حركة حماس، وهذا أمر مستبعد ومستبعد جدا، ولكنها ستواصل تقديم الذرائع لاستمرار هذه الحرب. يكفينا 8 أشهر من الأكاذيب التي قدمتها الإدارة الأمريكية بدءا من بايدن وانتهاء بالناطقين باسم الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض الذين حتى هذا اليوم. في حالة حدوث عملية موسعة إسرائيلية في رفح، ما هي قدرات المقاومة على التحمل؟ المقاومة باعتقادي أنها قادرة على التحمل حتى هذه اللحظة 8 أشهر، ولا تزال متواصل القتال في قطاع غزة، لا يزال مستمر. نحن نتحدث يوم أمس واليوم، هناك قتال شرس جدا في حي الزيتون في شمال قطاع غزة، الذي أعلنت سلطات الاحتلال أنها سيطرت عليه منذ قرابة الشهور الأربعة. وبالتالي لن يختلف الأمر في مدينة رفح، سيكون ربما القتال تماما كما كان في خان يونس على مدار 4 أشهر أو 3 أشهر ونصف. القتال لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، لا يزال جيش الاحتلال يدفع أثمانا باهظة في كل قطاع غزة. وبالتالي اجتياح رفح لن يكون سهلا، سيكون هناك تبعات وستكون هناك قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لا يستطيع جيش الاحتلال أن يواصل حربه، هذه أطول حرب تقوم اتضحت الفكرة تماما. شكرا جزيلا لك فراس طنينة من رام الله في الضفة الغربية المحتلة. دكتور أحمد، إذن الآن وقد وصلت الأمور إلى مرحلة التعقد، طبعا هناك جولات مستمرة من الحوار والوساطة، لكن السؤال ما هو الحل إذن؟ يعني الحل كله في يد زي ما ذكرنا الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحكومة مزيد من الضغوط، لأن الجانب الإسرائيلي مصر على تنفيذ مخططه، وكما ذكرنا كما ذكر ضيفك الكريم في تغيير ملامح القطاع والوصول إلى ترتيبات أمنية
يعني تضمن عدم عودة حماس للسيطرة الأمنية في هذا المكان وتغيير ملامح هذه المنطقة وتقسيمها كما يحدث في الضفة الغربية، ولكن بإجراءات أعتقد أنها تكون مشددة وفرض واقع من دول أو بعض السيناريوهات البديلة من تواجد دول أو دول أوروبية، دول عربية، دول أقليمية، دول دولية. فتغيير ملامح القطاع بشكل أوسع أعتقد أن هذا النهج لن تتنازل عنه إسرائيل إلا بضغوط مكثفة وإجراءات قوية من الولايات المتحدة الأمريكية. ضغوط وإجراءات جديدة تختلف عما حدث على مدار 7 أشهر، لأن يعني لازم نعترف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي جزء رئيسي من الصراع، وللأسف هي جزء رئيسي أيضا من الحل. نواصل معرفة المزيد من المعلومات أيضا من آخر التطورات الميدانية. مثلا أن عدد الضحايا اليوم بعد ارتكاب إسرائيل عدة مجازر في قطاع غزة وصل إلى 60 شهيدا في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وكذلك اقترب عدد الضحايا من 35,000 شهيد على مدار 7 أشهر. نتابع التفاصيل. إذن استمرارا للحديث عن آخر التطورات، كما أوضحنا وأسلفنا منذ قليل، مثلا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إنه بتعليق إرسال القنابل الأمريكية إلى إسرائيل فإن هناك نقطة تحول في العلاقات بين الجانبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هنا السؤال دكتور أحمد، يعني الرئيس الأمريكي جو بايدن، هل يمكن القول إنه أدرك أن إسرائيل بتصرفاتها وسلوكها تماطل فعلا في المفاوضات الخاصة بالصفقة، وبالتالي تراوغ، وهذا الأمر يزيد معاناة الرئيس الأمريكي حاليا في مواجهة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات، وخاصة أنه يمر بمرحلة يعني شبه حاسمة في هذا العام الانتخابي؟ أولا إدراكه متأخر، يعني بمعنى إحنا نحن في الشهر 7 وهذه جولة المفاوضات أعتقد 9، وكل الجولات السابقة كان هناك مساحة للتقارب وكادت تصل إلى نتيجة، وفي المراحل الأخيرة يعني تتدخل إسرائيل وترمي ورقة جديدة بمطالب جديدة في اللحظات الأخيرة للتوافق يعني. فهذا كان من الممكن هذا الموضوع، وكنا دائما نذكر أن في بداية الحرب من لديه ورقة الضغط الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية بوقف أو تعطيل أو تجميد أي صفقات تسليح. هذه الصفقات هي من أعطت الحكومة الحالية قدرة وتصور مستقبلي على استمرار الحرب لمسافات زمنية أكبر. فبالطبع هذه المرحلة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر جدية في هذا المشهد، رغم السياسة الخداعية اللي أنا أعتقد دائما الرئيس بايدن موقفه حرج؟ لا جدا، لأن هناك اعتبارات انتخابية بدأت زي ما حضرتك قلت تدخل في المشهد. عندما تتحرك هذه الفئة بالذات فئة الجامعات فهي دائما المحفزة لأي انقلاب أو أي تصور أو أي توترات داخلية. وفي جامعات عريقة كما ذكرت في تقريركم المحترمة، بس الفكرة عندما يتزايد وتتزايد عدوى التظاهرات مع هذا الجيل وهذا النوع من الشباب بتنتقل
تنتقل الفكرة من جامعة لجامعة لمدرسة لإطار أكبر وتنتقل لكبار السن، فهذا الموضوع بيكون أكثر تأثيرا على الإدارة الأمريكية، خاصة وهي في أجواء انتخابية في زي ما حضرتك قلت في مراحل حاسمة، وسيستغلها بشكل كبير الطرف الآخر. النقطة الأهم من ذلك أن بدأت تتهدد المصالح الأمريكية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. بدأت جميع مراكزها الحيوية في المنطقة وتمركزاتها العسكرية بدأت تستهدف أو تهدد بشكل أو بآخر. النقطة الثالثة بدأ يعني التزامها بالأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وتأمين هذه المنطقة كملاحة برية، وكانت دائما تستعرض بهذا المشهد وتفرض تواجد عسكري في هذه المنطقة، تفشل في هذا الأداء نتيجة الضربات الحوثية بشكل أو بآخر وتأثرت الملاحة العالمية. فبدأ شكل الولايات المتحدة الأمريكية ونظرتها كأنها شرط العالم يتأثر بشكل كبير، وبالتالي يحسب على الإدارة الأمريكية أنها أوصلت الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الإطار أو هذا الأداء. طيب ما هو المطلوب من الولايات المتحدة بخلاف الضغوط التي تفضلت بإيضاحها وأهميتها؟ هل يجب على الولايات المتحدة أن ترفع الغطاء عن إسرائيل في مجلس الأمن مثلا، رغم التأكيد الأمريكي الدائم بأن أمن إسرائيل هو هدف يعني رئيسي بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل المطلوب مثلا تغيير في طبيعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل؟ ماذا مطلوب من إجراءات في رأي حضرتك بخلاف الضغوط التي استمرت ويبدو أنها لم تفلح؟ إسرائيل والولايات المتحدة حريصين أن إسرائيل داخل حضانة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان بعض النقاط الخلافية أو بعض التوترات في العلاقة وهي مرتبطة بأشخاص وليس مرتبطة بسياسات عامة كبيرة. لا تجرؤ الولايات المتحدة الأمريكية وتدرك إسرائيل ذلك إنها ترفع الغطاء سواء السياسي أو الأمني عن إسرائيل لاعتبارات كثيرة، منها اعتبارات ديموغرافية في الداخل حتى ولو مؤقتا، ممكن مؤقتا كأوراق ضغط، ولكن إسرائيل بقى عندها القناعة بقدرة أنها تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية وتدرك مناطق التأثير ومناطق الضغط بشكل أو بآخر. فعندما تستهدف القنصلية الإيرانية في سوريا فبهذا الشكل هي تستدعي الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامها بتحفيز أمن إسرائيل، وعدوها الأول المزعوم هي إيران، فلا بد أن تتدخل أمريكا، وظهرت بشكل مباشر، وبايدن المختلف حاليا أكد على ذلك مرات حتى في مرة الأخيرة. لكن بنيامين نتنياهو يعني يبدو أنه مصر على المضي والاستمرار في الحرب حتى ولو فقد الدعم الأمريكي لفترة. أولا هو يدرك أن لن يفقده، وهو عنده قياس لرد الفعل الأمريكي في إطار معين، ويؤكد أن إسرائيل ستحارب حتى ولو بمفردها. طبعا هو حريص لأنه يدرك أن عندما تفتح جبهات صراع إقليمية سواء في حزب الله في لبنان أو كمحاربة إيران بشكل غير مباشر أو الحوثيين بشكل غير مباشر أيضا، يدرك أن الولايات المتحدة ستتدخل في هذا المشهد، وهناك بديل يلعب الدور على طول. يعني احنا نعترف بريطانيا في المشهد وفي تواجد عسكري كبير جدا في منطقة بحر العرب وخارج عمان ومداخل البحر الأحمر، ستفرز تحركات عسكرية تؤمن إسرائيل وستكون نقطة خلافية يتم تجاوزها مستقبلا. العلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، ما موقعها حاليا في ضوء هذه الزيارة المهمة والمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الأردني اليوم؟ هذه التحركات على كافة المستويات سواء القيادات السياسية أو المستويات الثانية والثالثة أو وزراء الخارجية أو التحرك الدبلوماسي مهمة جدا في هذه المرحلة لإثبات حالة التوافق في المواقف وإثبات المواقف، وأن ما يحدث إسرائيل لن يمر هباء. يعني فهناك تحرك ممكن أن تكون نواته مصر وإسرائيل وقطر والسعودية وخلافه ليكون في موقف جمعي عربي يفرض ضغوط من نوع آخر في مصر والأردن. مصر والأردن وليس إسرائيل. لا طبعا هذا الموضوع ممكن يكون نواة تحرك عربي موسع ليكون له دور فعل في هذه المرحلة ويكون ضاغط جديد وعدم قبول بالأفضل. معنى هذا أن المباحثات تحمل رسائل؟ طبعا لو حضرتك تلاحظ أن الولايات المتحدة في فكرة رفضها للاعتراف
بفلسطين كدوله كامله، كان يراهن المندوب بتاعها يتكلم ان هذا الموضوع سيتوقف بعد الحرب على مدى قبول المنطقه الاقليميه او الدول الاقليميه على قبول اسرائيل في اتجاه اتفاقيات سلام، اتفاقات تطبيع، السلام الاقليمي. فهذه الورقه سيتم التلاعب بها بيد الولايات المتحده الامريكيه وليس بيد اسرائيل. ايضا رئيس الوزراء الفلسطيني قام بزياره مهمه للمملكه العربيه السعوديه. طبعا الموضوع له جانب اقتصادي لدعم المملكة للشعب الفلسطيني، لكنه يبدو أنه أيضا يحمل رسائل سياسية معينة الآن من إمكانية وجود لوبي وتكامل وترابط عربي في مواجهة هذه التطورات الإقليمية. مهم جدا التحركات في هذا الوقت بشكل كبير من السلطة الفلسطينية، أولا لأخذ الدعم من كافة الدول العربية والدول الكبيرة في المنطقة مثل مصر والمملكة العربية السعودية. فهذا النهج هو نهج لمحاولة حشد عربي داعم للسلطة الفلسطينية، وأعتقد أنها تعطي تصور ما بعد الحرب أنها تصبح المسؤولة عن حماس، مسؤولة عن غزة كمسؤولية مباشرة من السلطة كجزء من الحل، وإن كانت من الممكن أن تدمج القيادات السياسية الحمسوية في المشهد لإحداث توافق سياسي في هذه المنطقة. لهذا أسأل حضرتك عن توقعاتك لسيناريوهات المرحلة القادمة. إلى أين تتجه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سواء من الناحية العسكرية أو من ناحية أهدافها السياسية؟ نتفق أن أي صراع عسكري في النهاية لابد أن ينتهي على طاولة المفاوضات، ومن معها أوراق الضغط وأوراق السيطرة على الأرض ميدانيا سيكسب وسيفرض وجهة نظره على المشهد بشكل عام. أعتقد أن يعني فكرة أن حماس تخرج برا المشهد أمنيا ستكون حاسمة في هذا الإطار. أعتقد أن ستنتهي الحرب إن شاء الله في أقرب وقت من وجهة نظري، أن في حالة من الإنهاك لكافة الأطراف، ووصلت إسرائيل للنقطة الأخيرة في الصراع والمرحلة هي هذه المرحلة الأخيرة. فالحكومة من الممكن أن لا تستمر ويجي نهج جديد ينظم هذا الموضوع في خلال 3-4 شهور. الفكرة الأهم أن سيتم تقسيم القطاع من وجهة نظري بشكل يتم السيطرة عليه السلطة وتحت رعاية أممية أو بتوجهات أممية بشكل أوسع. لكن هل سيقبل الشعب الفلسطيني بهذه الفكرة؟ أحيانا بيبقى هناك اختيار للضرورة، يعني اختيارات الضرورة في السياسة الأمر الواقع لابد أن يتم النظر ليه بشكل موضوعي حتى تحل الأزمة، لأن بدأ أصبح هناك حالة من الإحباط لدى المواطن الفلسطيني وسط هذا القهر وهذه العمليات المباشرة والاغتيالات وهذا الموضوع يعني المستفز بشكل. لكن اسمح لي كلام حضرتك، أو هذه الرؤية يعني ألا ترى أنها استباقية متعجلة؟ هل معنى هذا أنها حسمت أن حماس هزمت في الحرب ومن ثم فقدت السيطرة على القطاع؟ يعني من وجهة نظر يعني قدرة حماس أو عناصر المقاومة في الصمود للشهر السابع أو الثامن وتذهب، ده قدرة عظيمة. يعني في جيوش لم تستطيع أمام إسرائيل أن يعني تصمد بهذا الشكل. يعني ففكرة الاستنزاف وفكرة غلق كافة الموارد للدعم ليها بشكل أو بآخر، قدرتها على الاستمرار هتكون محدودة. فلابد في هذا الوقت ان يكون في تعامل سياسي تكون وهي على الارض يتم بالتوازي، يكون تعامل سياسي مقبول على الاقل يحقق الحد الادنى من المطلوب. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور احمد الشحات خبير الامن الاقليمي والدولي. اشكرك. شكرا جزيلا على وقتك. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم لمتابعة هذه التغطية المباشرة، ومستمرون معكم على شاشة النيل الأخبار في مزيد من المتابعات والتغطيات الإخبارية. إلى اللقاء.